السلام ورحمه الله وبركاته. اول حاجه كنتمنى فوز الرجاء البيضاوي وهذا الشيء اللي كيديروا ديال هذا الشيء ديال التشيكيز مسكاني التشيكيز مزوار هذه ما خدامش هذا الشيء عيب والله الا حشومه بالله بنادم كيجي يتكرفس ثلاث ايام اربع ايام في الكيشيه كل العصا يتمرمد وفي الاخر تبيعوا له ورقه مسكانيه نهار الماتش راه عيب والله شي عيب والله شي عيب. خديناها من قدام التيران ماشي انا اللي خديتها خداها الصديق ديالي جا عندي ورا ليا ورينا السي زمامه قال لك هاد الورقه راه مسكانيه شوفوا واش دير ودابا حنا خفنا نمشيو للباب ونسقوا في العركاله ونسقوا في المشاكل راه لا اله الا الله وديما راج قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.